النادي المصري مكون من 5 لاعبين، احمد عبد الغني ولا احمد سعيد عبد الغني يلعب البليسنج والهدف الاول، الهدف الاول لصالح حرس الحدود. بقول لحضراتكم لابد ان تترجم السيطره في الربع ساعه الاخيره من جانب حرس الحدود، هدف لصالح حرس الحدود من كره ثابته. احمد عبد الغني يتالق او يعاود او يمارس تالقه امام المنافسين، يسجل هدف لصالح حرس الحدود، الهدف الاول والهدف الافتتاحي في لقاء اليوم من نصيب حرس الحدود. يا سلام يا سلام على طريقه رونالدينيو، على طريقه زيكو، على طريقه النجوم الكبار. ادي احمد عبد الغني يلف واحده ببطن رجله على طول، بليسنج على شمال او على يمين. جاميني مارتيني، الثواني الاخيره من احداث اللقاء، اماميه من كاميني، ثواني تفصل حرس الحدود عن الصعود للدور قبل النهائي. فريق جيد، فريق كبير حرس الحدود، اخرج النادي الاهلي من دور 16 لكاس مصر. هذه كره مره ثانيه، اسامه عزب، اسامه يلعب عرضيه، وقف على كره اسامه، يلعب العرضيه خطيره جدا، وخرج كاميني مارتيني مره ثانيه، وادي مره ثانيه دودو الجباس جوه ال 18 والهدف ولا ايه؟ هنشوف هدف مش ممكن، هو المنقذ دائما احمد عبد الغني لفريق حرس الحدود. انفعض احمد وراح، وتصويبه قاتله من احمد عبد الغني، لعيب كبير ولعيب هداف احمد. ادي الاعاده مره ثانيه، احمد عبد الغني اطلق قذيفه بوش رجله على يمين جورجوا، الهدف الثاني لصالح حرس الحدود. سكون تام في مدرجات استاد بورسعيد. الهدف الثاني لصالح حرس الحدود في الدقيقة، ضاعت منه بغرابة شديدة. ادي كورة مرة ثانية طالع بيها محمد الهردة، واسلام الشاطر مرة ثانية، اسلام ملعب عرضية خطيرة جدا، الهدف الثالث. مش ممكن مش ممكن، احمد عبد الغني هاتريك، احمد عبد الغني ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ احمد عبد الغني الهدف الثالث ليه ولفرقته النهارده، لا هداف كبير احمد عبد الغني من اي مكان بيسجل. الكرة دي يعني متطوحه شويه، لطشها كده بسن القدم على طول، بسن الجزمه زي ما بنقول، في الزاويه البعيده من اي مكان بيسجل احمد عبد الغني الهدف الثالث لحرس الحدود. هدف يقضي تماما على امال لاعبي النادي المصري وجماهيرهم الغفيره النهارده، انما في غفله كده من دفاعات النادي المصري، انما حاططها ايه؟ حاططها هايله بوش رجله الخارجي احمد عبد الغني في المقص البعيد، كره ولا اروع على طول، صعبه جدا على جورجوا،
ادي الاعاده رايحه في مقتل ما يقدرش يعملها حاجه جورجوا الحارس الغاني عشان يتقدم حرس الحدود على النادي المصري بثلاثه اهداف لهدف. الدقائق الاخيره من احداث الشوط الاضافي الاول، التقدم اصبح لحرس الحدود بثلاثه اهداف.